إذن جيد صالح، المعلومات الآن متضاربة، ما زالت مش دقيقة لكن متضاربة. هل يتم إبعاده بطريقة صوفت حتى نسمع في خلال الأيام القادمة من أن تم تنحيته لأسباب صحية، ربما حابين يلقوا له مخرج باش يخلوه يروح للإمارات ولا يروح لموسكو ولا يروح وين أصحابه وأصحابه راهم موجودين، أم أن إنما أنها وعكة صحية لشخص عمره 80 سنة ربما يتعافى بعدها ويعود؟ لسنا متأكدين بالضبط، في إشاعات كثيرة، أنا ما نحبش نقف أمام الإشاعات، لكن اللي أوقفني هذه المرة أن جايد صالح بالفعل في وضع سيء هو أنهم أمس وأول أمس أطلقوا إشاعات شديدة، أطلقوا إشاعات شديدة وروجوها في صفحاته. واحدة من هذه الإشاعات كانت تخصني أنا، وكانوا يقولوا بأنه تعرض لاعتداء وأصيب بسكين ومانيش عارف ضرب وين وراه بين الموت والحياة، تلك أمانيهم. نحن الموت كي تجينا نفرحوا بها، على كل حال لن نحزن عليها لأننا يعني نعرف أنه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. بإذن الله نحن ما نريده سنجد عند الله، هذا هو الشيء العظيم. إذا الموت لن تخيفني ولم تخيفني يوما حتى في الأوضاع الشديدة الحرج وشديدة القلق. لكن كانوا طلقوا هذه الإشاعة، كانوا طلقوا إشاعة أيضا على فرحات مهني، اللي أنا في الحقيقة أختلف معه في المطلق في كل شيء في مشروع هذا انفصالي، وأعتبر أنه خصم لي في الحقيقة، لكن كانوا قالوا بأنه مات ومات ومات إلى آخره، وآخرين يعني ذكروا ممكن ثلاثة أو أربعة أسماء اللي ربما باش يغرقوا، باش الناس لما يسمعوا القايد صالح أنه في حالة سيئة أو يتم تنحيته الآن. أنا أعرف أن في خصومة بيناتهم، أعرف ذلك. إلى أي حد وصل القايد صالح فقد القدرة على إدارة الأمور؟ هذا اللي مازال لازم نتأكدوا منه، لكن وراه موجود الآن عند نسيبه مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية في وهران، وطبعا وهران بالنسبة له هي ثاني مخرج بعد بوفاريك كاين طفراوي، إذا زقت عليه ياخذ طائرة من طائرات الجيش أو الطائرات الخاصة وينتقل من طفراوي إلى أي مكان آخر.